أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن فجر الجمعة تعد دفاعية، مشيرا إلى أنه لن يتردد في إعطاء توجيهات لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تستهدف الحوثيين إذا كانت هناك ضرورة. يأتي هذا فيما وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تصرفات الحوثيين بأنها غير مسؤولة ومزعزعة للاستقرار وتتسبب في تعطيل كبير لطريق تجاري حيوي وبالتالي زيادة أسعار المواد الخام. بعدما استهدفت ضربات جوية أمريكية بريطانية مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربات تعد دفاعية، محذرا من إجراءات أخرى في حال واصل المتمردون مهاجمة سفن في البحر الأحمر. وشدد بايدن على أن التدخل العسكري الأمريكي الأخير في المنطقة كان ضروريا نظرا لأن الهجمات الحوثية تعرض حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم للخطر. وذكر بايدن بأن الضربات أعقبت 27 هجوما غير مسبوقة على سفن في الممر البحري الدولي، بما في ذلك استخدام صواريخ باليستية مضادة للسفن للمرة الأولى في التاريخ. من جانبه شدد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أن بلاده ستواصل دوريتها بالبحر الأحمر لردع ما وصفه بعدوان الحوثيين في اليمن وللدفاع عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة. في المقابل أكد الحوثيون أنهم لن يتراجعوا عن قرارهم بضرب السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية. لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع، وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد، والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا في استهداف الأمريكيين في البحر بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدة صواريخ. الرد أكبر من ذلك وأكثر من ذلك. وفي أعقاب الهجوم توالت ردود الفعل الدولية المطالبة بالتهدئة وضبط النفس، حيث أكدت المملكة السعودية على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع. فيما صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وانعكاسات ذلك على الوضع الإقليمي. وقال الناطق باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني أن إيران تدين بشدة الهجمات وتعتبرها عمل تعسفي وانتهاك واضح لسيادة اليمن ووحدة أراضيها وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية. كذلك دعت الصين جميع الأطراف إلى منع اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، مشددة على أن منطقة البحر الأحمر ممر مهم للعمليات اللوجستية الدولية وتجارة الطاقة. في المقابل قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكا راسموسن في بيان أن الدنمارك تدعم بشكل كامل الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن.